ثالث أيام عيد الفطر المبارك، توفر النقل بأغلب محطات نقل المسافرين بالعاصمة، وبداية من الرابعة صباحا حركية عادية من قبل سواق الحافلات الذين بشروا عملهم في الصباح الباكر، خاصة مع انتهاء عطلة عيد الفطر. لكن من جهة أخرى عرفت هذه المحطات غياب للمسافرين. شوية حركة ناقصة، ما كاش الغاشي، لي بيس رانا جينا كاع برسك كاع، شوية شوية غاشي ما ناقص. فيها سبب ان شوية كاين اللي مازال ما قبضوش لو ريتم، فهمتني؟ الور شوية برسك كاع، كيما احنا بو اسماعيل رانا برسك اون كومبلي، قليعة ثاني يسون اون كومبلي. حركة راهي عادية، بدينا نخدموا صباح على 4:30 تاع الصباح، عادي نورمال. خدمنا لي ديبارتي وانا نورمال، طلعنا عاودنا هبطنا، ودوكا رانا هابطين نورمال عادي، ما كاينش كومبرومو، راهي مليحة. والغاشي نورمال راكم تشوفوا كيف راهي، راهي لاباس. برانيين اللي كانوا معيدين شايفة كيف هي خدامين، وقالت لنا ما كاينش، شو رانا نخدموا مع البرانيين اللي كانوا معيدين، قالت لنا عندهم ماليهم. على غير العادة لم يشتكي المسافرون من النقل المسجل في وسائل النقل، ومباشرة بعد نهاية عطلة الأعياد والمناسبات، حيث أعرب الكثير عن ارتياحهم بتوفر وسائل النقل وحتى المسافات الطويلة. لقينا لبس كاين عادي نورمال، كاين ناقص الحركة على المواطنين شوية، هما لبس لا كاينين. جينا من عند فلا، جينا على الجزائر، ورانا عاودين راجعين لعند فلا. لا لا عادي، كاين نورمال عادي، كاين 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 كلش. من عند فلا عادي، خدمة كاينة، يا خدمة هي المواطنين، ما كاينش ناقصين. يخدموا بطريقة عادية، عم يخدموا. هي حركية النقل الخاصة بحافلات النقل الجماعي التي باشرت عملها في الصباح الباكر مع نهاية العطلة، فرغم توفر كل الوسائل المادية والبشرية لضمان خدمات جيدة، إلا أنها عرفت عزوف المواطن عن التنقل عكس السنوات الماضية.